من مناطق العالم تسخر بوجود عالم آخر عجيب من النباتات الطبية مليء بالأسرار والغموض، يحوي داخله كنوز كفيلة. وبدأت تدريجيا تتجلى هذه الأسرار والغموض والاستفادة من هذه الكنوز بفضل الوقود المستمرة. قمنا باستضافة الباحث محمد الكموشي نظرا لاهتمام سكان مدينة العجلات أو المزارعين في مدينة العجلات بهذه الشجرة اللي يعني مؤخرا عليها دراسات مكثفة ولأهميتها ولنجاح أصلا زراعتها في مدينة العجلات، فحبينا نزيد نعرفوا بها أكثر. وطلبتنا اللي هم مفروض مستقبليا حيكونوا مهندسين زراعيين تكون عندهم الدافع انهم يكونوا بحاث في المجالات هذه اللي هي تغنينا او تفيدنا طبيا وتغنينا على الكثير من الادويه اللي محتاجين ان ممكن نستوردوها من الخارج. فبالتالي الاستفاده من النباتات الطبيه اللي موجوده عندنا في المنطقه هو الهدف الاساسي من هذه الندوه اللي احنا حاولنا ان احنا نعرضها في كليه. شجره الهيل هي شجره البلد، هي شجره اليوسف، هي شجره التيسير، هي شجرة الفقراء، هي الحرب الغالية، هي شجرة الحياة، هي الشجرة المعجزة. العصر الحديث المعني في الوقت الحالي في بعض العلماء بدأ التركيز على أن تفسير الآية الكريمة، ولكن الأبحاث الحالية تدور ما بين نسبة 15 إلى 25% قد تتفاوت وتعتمد على ايضا الخط الشجره في حد ذاتها، لان تلاحظوا يعني شيء